السلام عليكم يا أشاعرة. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام يقلبها كيف اسمها جيدا، كيف يشاء. الرسول يثبت الكيفية، يثبت أن الكيفية موجودة، لكن قال يقلبها كيف يشاء. فعندما نقول لكم أن السلف الصالح يفيضون الكيفية ويثبتون المعنى، لا تقولوا لنا يعني، وخاصة ليث علي يقول نحن نفوض المعنى وننفي الكيفية. أنتم مخالفون يعني للرسول عليه الصلاة والسلام ولله قبل كل شيء وللسلف الصالح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يقلبها كيف يشاء، يعني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء، يقلبها كيف شاء. فلا أدري يعني بعد هذا التصريح فماذا بعد الحق إلا الضلال، كما قال في سورة يونس. سبحان الله، ألا يوجد في هذا الحديث كيفية؟ يقلبها كيف شاء. والله لو قال متى شاء أو أن شاء أو كما شاء لقلنا يعني لعلكم تجدون مخرج، لكن قال يقلبها كيف شاء. تعرفوا معناها إيش؟ يقلبها كيف شاء، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يثبت الكيفية ويفوض معنى الكيفية لله سبحانه وتعالى، أو حقيقة الكيفية، يفوض حقيقة الكيفية لله، إنما يثبت الكيفية ويفوض حقيقة الكيفية لله سبحانه وتعالى، ويثبت المعنى وحقيقة الأصابع. لهذا قال حد يعني يقلبها كيف شاء، وأشار بأصابعه هكذا وقال هكذا، يعني تقليبها، بيّن معنى التقليب، وهذا بيان نبوي يعني لا غبار عليه. فقولوا عنه مجسم والعياذ بالله واستغفر الله من القول، قولوا عنه ممثل. ترى تجرأوا يا مخنث المعتزلة كما سماكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو مخنث الجهمية، أتحداكم أن تطعنوا في صحة هذا الحديث، وأتحداكم أيضا أن تقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام مجسم أو ممثل. والله أتحداكم. قال يقلبها كيف شاء. والإمام أحمد رحمه الله كما روى يعني الخلال في السنة قال ونحن يعني يتكلم عن أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قالوا نحن نؤمن بأن الله استوى على عرشه كيف شاء، كيف شاء. وحتى في الكلام قال يتكلم كيف شاء بما شاء ومتى شاء. فلا أدري يعني سبحان الله كيف يعني تقولون أن السلف يوفون الكيفية ويفوضون المعنى. قولكم يفوضون المعنى يعني المعنى غير معلوم وغير مفهوم. فلا أدري بالله عليكم كيف يستقيم في الأفهام وفي الأذهان أن يخاطبنا الله سبحانه وتعالى ليعرفنا بنفسه بكلام غير مفهوم، طلاسم مثل كاف هاي عين صاد. كيف سبحان الله هو البشر يعني النقص عقلا وعقله محدود ويعني وإمكانياته محدودة، عندما يريد أن يعرف بنفسه لا يستعمل كلام غير مفهوم ليعرف بنفسه. والله لو عرف بنفسه بكلام غير مفهوم لقالوا عنه هذا مجنون، لقال له الناس أنت تريد أن تعرف بنفسك لكن تقول كلام غير مفهوم، هذا ضرب من الجنون. ولكنهم سبحان الله يترفعون عن قولها يعني للبشر، ولكنهم سبحان الله يلصقونها ويقولونها يعني بلسان الحال ولسان المقال، بالتصريح وبالتلميح، بالإشارة وبالعبارة يقولونها أن الله كلامه
في تعريفه عن نفسه غير مفهوم، فلا أدري يعني. أمرهم عجيب وحالهم مريب. ثم يقول لك نحن أهل المنطق، أهل الكلام، أهل العقل. والله إذا كان هذا منطق وعقل فبئس المنطق وبئس العقل. والله أنتم لا عقول لكم ولا منطق لكم. والله يعني أنتم تهتم يعني كما قال الجويني والغزالي يعني والرازي تاهوا يعني في علم الكلام ولم يستفيدوا منه من القيل والقال أي شيء، وفي آخر حياتهم يعني عادوا إلى عقيدة السلف وحرموا علم الكلام. ثم يأتي يعني واحد من مخانيثهم يعني المعاصرين يقول علم الكلام علم التوحيد، علم الكلام التوحيد، ليش حرموه؟ قال لك لهم حرموا علم الكلام عند المعتزلة. لا الجويني لم يكن معتزليا إنما أشعاريا، والرازي كذلك، وأبو حامد الغزالي لم يكونوا معتزلة بل كانوا أشاعرة. وعلم الكلام هذا الذي تقول عنه علم التوحيد، أتحداكم أن تأتوا بدليل واحد. والله أنا فتحت عدة مواضيع في هذا الفيديو. على كل حال إلى فيديو لاحق إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.